الحيوان المفترس لحظة الهجوم عليك أثناء خوفه منك بتكون نسبة الأدرينالين عنده في أعلى مستوياتها، وده لأنه ما يعرفش إمكانياتك ولا قدراتك وخوفه بيكون أكبر على عكس هجومه على أي حيوان تاني هو عارفه وشايفه باستمرار. أهلا وسهلا بيكم على أجمل وأجمل قناة على الكوكب، أنا أحمد سليمان، وفي الفيديو ده هعرفك طرق النجاة من أخطر 10 حيوانات مفترسة. بس فعل الجرس يا صديقي وتابع فيديوهاتي الحصرية أول بأول. سنويا بيتعرض البشر في كل أنحاء العالم لهجوم حيوانات مفترسة، وغالبا حياتهم بتنتهي أو إصابتهم بتكون في منتهى الخطورة. لكن قبل ما نبدأ، تفتكر إيه هي الحيوانات القادرة على ابتلاعك كليا؟ وإزاي أظهر عضة في الكائنات المفترسة ممكن تكون الأخطر على الإطلاق؟ وأي الحيوانات صاحب أسوأ سمعة في قتل البشر؟ رقم 10، النمور. حسب إحصائيات تابعة لشبكة CBS، النمور مسؤولة عن قتل 50 شخص سنويا، خصوصا في المناطق المطيرة في آسيا بشكل عام وفي الهند وبنغلاديش بشكل خاص، وده في شهادة شخص اسمه جمال محمد اللي وقع في مواجهة مباشرة مع النمور 3 مرات في حياته. وآخر مرة هجم عليه نمر، بمجرد ما ظهر النمر في وجهه صرخ بصوت عالي جدا، وبسبب صوت الصريخ النمر بدأ يزقر بشكل أكبر، واستمر الطرفين في الصراخ لمدة تزيد عن نص ساعة لدرجة إن حلق جمال بدأ ينزف. وبسبب الأصوات المتكررة والمرتفعة انجذب مجموعة من القرويين وساعدوا محمد، وده كان سبب في رهبة النمر وخوف، وبالتالي هرب مباشرة. وبناء عليه، إذا كنت في مواجهة مباشرة مع نمر يا صديقي، حاول تكون مصدر إزعاج على قد ما تقدر، صرخ واعمل أي صوت مزعج على قدر الإمكان، لأن ده أكده علماء الحيوان إن النمور بتكره الصوت العالي وبيرهبها كمان. ولو كان معك أي حاجة استخدمها حتى لو عصاية علشان توصل للنمر معلومة إنك أنت المسيطر، وبالتالي هتزيد من خوفه من المواجهة، وما تعتمدش قوي على كده. ادعي ربنا يكرمك بأي حد يساعدك وتهرب من الموقف. رقم 9، الدببة. سنويا في هجوم من الدببة على البشر بيوصل ل 44 حالة، والدب البني من أخطر أنواع الثدييات بشكل عام. وحسب المعلومات اللي وضحتها خدمة المنتزهات الوطنية الأمريكية، في حال هجوم أي دب عليك حاول تعمل نفسك ميت، نام على الأرض وغطي رقبتك كويس قوي. لكن النصيحة دي هتنفعك لو كان الدب بني أو أي نوع منهم، لكن لو رزقك كان واسع ووقعت في مواجهة مع دب أسود، اجري اجري اجري، مفيش حاجة هتساعدك خالص. صعب جدا خداع النوعية دي من الدببة، وفكك من أي رياضة تعلمتها، لأن الجري هو أفضل طريقة وأحسن رياضة مع الدب الأسود. رقم 8، القروش. سنويا في 80 شخص على الاقل بيتعرضوا لهجوم اسماك القرش، ولو فجأة لقيت جنبك في المية سمكة قرش، اياك ثم اياك تهرب عن طريق السباحة، حركة جسمك والدوشة هترهبها جدا. وفي انواع من القروش سرعتها بتوصل ل 74 كيلو متر في الساعة، لذلك انت مضطر انك تقاتل باي شيء. حاول تركز على عيون سمكة القرش قدر الامكان، واضربه على منطقة الانف لو قرب منك. القروش همجية بشكل كبير، لكن هدوءك في المية مهما كانت قريبة منك هيخليها تعبر في سلام يا صديقي، ودايما في استثناءات، ما تاخدش كلامي وتفهم انه قاعدة ثابتة. رقم 7، الذئاب. حسب شبكة CBS سنويا الذئاب بتقتل 10 اشخاص، وفي الغالب الذئاب مش هتيجي لحد بيتك، هي بتكون متمركزة في الغابات والجبال بشكل عام. وحسب شهادة احد شهود العيان انه لاحظ ذئب بيسحب راجل بعيد، وقدروا ينقذوه عن طريق ضرب الذئب في ضلوعه بالخشب، وبدأوا يرموا عليه حجارة، وقدروا بالفعل يبعدوا عنه لحد ما وصلوا العربيات وانقذوا نفسهم. لذلك نصيحتي ليك يا صديقي، لو بلدك او منطقة خروجك ورحلتك فيها غابات، اياك تكون لوحدك في اي وقت من الاوقات، وخليك دايما عارف ان وقر الذئاب من اخطر الاماكن اللي ممكن تروحها برجليك، هناك وحوش مهيئه كليا على تحطيم اعضائك بمنتهى الوحشيه. رقم 6، الاسود. الاسود بتقتل 250 شخص سنويا، 100 منهم في دوله تنزانيا. ولو كنت في مواجهه مباشره مع اسد انصحك بالهدوء التام، اول نظرات الاسد ليك هتكون استكشافيه، عايز يتعرف عليك مش اكتر، ومهما كنت سريع بلاش تجري هيجيبك هيجيبك. الاسد سرعته تعتبر ضعف اسرع انسان على وجه الكره الارضيه، وهو يوسين بولت حاليا. ارجع بهدوء علشان ما يحسش بالتهديد، واذا ظهر او اتحرك خليك هادي لانه بيشوف رد فعلك. ولو حابب تعرف اكتر هسيب لك لينك فيديو كامل في صندوق الوصف هيعرفك ازاي تنجو لو هجم عليك اسد، وهيظهر لك فوق حالا في حرف الاي على الشمال. رقم 5، الأفيال. للأسف البشر مش رحمين الأفيال ولا سايبينهم في حالهم، بسبب الصيادين اللي بيقتلوهم علشان يستفيدوا من العاج الخاص بيهم لأسعاره الكبيرة جدا. وكانت النتيجة إن الأفيال بدأت تهاجم البشر بشكل عام في السنوات الأخيرة، لأنها بتعتبرها مصدر تهديد ليها، لدرجة إن 500 شخص بيكونوا ضحايا الأفيال سنويا. ولو كنت في مواجهة مع فيل، اسمع نصيحة عالم الأحياء في ناشيونال جيوغرافيك مايك ثي اللي بيقول خليك واقف وصرخ بعلو صوتك وما تجريش مهما حصل.
رقم 4 فرس النهر. أفراس النهر ممكن تنمو في الحجم لدرجة أن طولها بيوصل لخمس أمتار، وزنها بيزيد عن 4.5 طن، عدوانيين لدرجة قوية جدا، وبيقتلوا سنويا ما يزيد عن 500 شخص في إفريقيا فقط. ولو كنت في مواجهة مع أحد أفراس النهر وفتح بقه على الآخر، اوعى تظن أنه بيتهوى، ده بيحذرك بأخطر سلاح عنده واللي بيخليه يمتلك القدرة الكاملة على بلعك بالكامل. واللي بيأكد كده المرشد السياحي بول تامبلر سنة 2015 في زيمبابوي، وأثناء التنزه مع بعض الزملاء والعملاء حصل اصطدام بالفرس النهر والمركب بتاعته ووقع في المية، ووقتها ابتلعوا فرس النهر 3 مرات تقريبا، كل مرة كان بيحركه كأنه دمية صغيرة، لكن بول تامبلر قدر يمسك في أنياب فرس النهر كل مرة، لكن للأسف فقد زراعه. بس هو عايش ولسه لحد النهاردة بيشتغل مرشد وبيروح نفس النهر تاني. عالم غريبة يا أخي. رقم 3 التماسيح. مدرعة مدشنة بأشرس وأقوى الأنياب، قاتل انتهازي لأبعد الحدود، لو لمحك في المية هيهجم عليك مباشرة في خلسة عبقرية بدون أي صوت أو دوشة. قاتل محترف يا صديقي، ونسبة قتل التماسيح سنويا بتوصل لألف شخص. وفي صياد استرالي اسمه كريك ديكمان كان معرض انه يكون القتيل رقم 1001، كان بيصطاد في كوينزلاند وهجم عليه تمساح طوله كان ازيد من 2.5 متر، مع محاولاته المتكررة لضرب التمساح على عينه ومنطقة الانف بالفعل قدر يهرب ولحقوه في المستشفى. لذلك لو هجم عليك تمساح لا قدر الله في اي وقت، ركز على العين والانف وانزل فيهم تلطيش يا صديقي. رقم 2 الكلاب. سنويا الكلاب بتقتل ما بين 30-50 شخص بسبب عضتهم الكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب نقص التطعيم ضد داء الكلاب في البلاد النامية بيموت أكتر من 35,000 بني آدم كل سنة. وعلشان الموضوع طويل ومش هقدر ألخص لك المعلومات الخاصة بطرق النجاة من الكلاب، هيظهر لك دلوقتي في حرف الآي فيديو كامل عن طرق النجاة من هجوم الكلاب، شوفه بالكامل وافهم أكتر. رقم 1 الأخطر والأشرس، الثعابين. تقدر منظمة الصحة العالمية ان 2,700,000 شخص سنويا بيتعرضوا للدغات الثعابين، ومنهم 100,000 شخص بيموتوا. لذلك لو كنت في مواجهة مع احد الثعابين يا صديقي، حاول ترجع للخلف بهدوء، لكن لو ملحقتش وبالفعل تم لدغك، حاول تربط مكان اللدغة باي رباط علشان تمنع السم انه يتدفق في باقي جسمك، وحاول تهدى خالص. الخوف والجري هيساعدك في انتشار السم في كل جسمك. بلاش تغسل مكان اللدغة او السم، لان الاطباء بيستخدموا السم في معرفة الترياق او المصل الأنسب لحالتك. وأرجو أنه ما يتمش لدغك بثعبان المامبا السوداء، لأنها قادرة على قتلك في خلال دقائق. وبكده أنت عرفت إزاي تتصرف لو هجم عليك أخطر مفترس البرية. لو حابين أعمل فيديو خاص عن كل حيوان فيهم اكتبوا لي في التعليقات، ولو وقعت في موقف من المواقف دي قبل كده عرفنا تصرفت إزاي. وبكده يكون خلص الفيديو. دمتم أمينين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.